هيدي السيارة هي الوحيدة بلبنان. اس 550 اللارج 2022، القصة انها منكهة بالبرابوس وماتشنج رقم الشاسي برابوس المانيا، واكيد مجمركة على شهادتها برابوس. كيف حمايتها؟ بي بي اف بي بي اف بي بي اف ثانك يو برابوس. ديجيتال لايت هيدا الاكستنشن وبهيدا اللف منكهين بالبرابوس، الجريل جلوسي بلاك جي رادار فانكشن. تحديد المسار وين وكيف نطلع منشوف برابوس؟ برابوس مين منا اللي ما بيحب البرابوس؟ اكيد برابوس 21. هيدي الطريقة نعم تفتح المسكة وبتطلع لعندك مثل المراية مع البلايند سبوت ومع الكاميرا و360 درجة. ولأن قال شوفوا الباب وحجم الباب، يعين على الأمير اللي بده يقعد ورا. طبعا هو من أفخم المتابعين. ستوبيتا لد كاربون فايبر، نعم حرف البي ديفيوزر مع البايبس كله برابوس ببرابوس مع صوت نغم. بيستبدلوا ال 580 بال 550 وعدد الأحصنة ما بالنسبة للصندوق. فنعم بهيدي الطريقة بيفتح الداخلية السوداء منكهة بالفورمايكا. شوفوا حجم الباب، شوفوا الساوند سيستم، شوفوا هالمساج بالكراسي. نعم لوجو البرابوس، دبل اي سي دبل هيتد سيتس، امبيانت لايتنج، سيت بلت بقلبه ايرباك. شوفوا هون اللايتنج بقلب هيدي، شوفوا هيدي البيلو، شوفوا نقشه البقلاوه. صبر 5 نجوم. هيد اب ديسبلاي مش طبيعي، كله تاتش مالتي فانكشن، مسكه الفيتاس اول كبسه سعاده 360 درجه حقيقيه. هيتد فنتيليتد سيتس، من بعدها بنفتح هيدي الفتحه امبيانت لايتنج والوايرلس تشارج. شوفوا فتحات الاي سي جديد كليا. في انا ستقولي بعرف كم حصان، اذا انت انتبهت لانه انا الكم حصان اكتبوا فورا بالتعليقات. عم شو هالمرسيدس وشو هالجمال المرسيدس. مثل ما دائما بنقول الله يبعد ضرباتي وهني صاحب النصيب. هالوحش الكاسر، صوره وسعره على الويب سايت.